من الحجج التي أقامها الله علينا في هذا الزمن وفي هذه السنوات هذه الجوالات، بها المصاحف، بها القرآن، ونطلع على كلام البشر تويتر أو في الفيسبوك أو في وسائل التواصل من واتساب وغيرها، بينما كلام الله ميسر بين أيدينا ولا تحتاج إلى وضوء ولا إلى أي شيء، عند الإشارة وأنت راكب في السيارة وأنت تنتظر مثلا أهلك في أي مكان أو مثلا أولادك، القرآن موجود، لكن نحن اشتغلنا حقيقة بكلام البشر. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: عليكم بذكر الله فإنه دواء، واجتنبوا ذكر الناس فإنه داء. يعني إذا أردت أن تجد الفارق اقرأ كلام الله وانظر الأثر المترتب على قلبك، واقرأ كلام البشر في واتساب وفي تويتر وفي غيره وانظر إلى آثاره على قلبك. ما يحتاج إلى والله كلام شيخ أو عالم يتحدث، أنت جرب وأنت مجرب وأنت مجرب.